انتهت بنجاح هارولد ليسا لمدة 3 أيام في المنهى الليلي كريزي هورس، ومع ذلك في آخر ليلة كان هناك شيء غير متوقع حدث، فقد تم الإعلان عن تأجيل موعد العرض لمدة 30 دقيقة، والسبب كان انتظار أهم ضيف في آي بي وهي جيني، فالعرض كان من المقرر إقامته في الساعة 9 مساء، وجيني وصلت للمنهى الليلي كريزي هورس الساعة 9:10 بعد الطيران لمدة 14 ساعة، وعلى الفور تم استقبال جيني بمجموعة من بوديجارد ليسا. وعلى أي حال كان الجمهور خارج مكان العرض يهتف باسم ليسا، وعلى الفور خرجت لهم ليسا مباشرة وكانت عيونها مليئة بالدموع من شدة الفرح. ومن ثم بعد آخر عرض لليسا قامت حفلة خاصة للاحتفال بإنتاء عروض كريزي هورس بنجاح، ومن بين الضيوف الحاضرين كان فريدريك أرنو مع ليسا ولم يفارقها أبدا. ووفقا لجميع المعجبين الذين كانوا هناك قالوا أن فريدريك أرنو حضر جميع عروض ليسا الثلاثة، وحتى أحضر والديه وأخيه الأصغر في أول أيام العرض. وعلى الناحية الأخرى خلال تلك الحفلة كانت كل الأنظار متوجهة لفريدريك أرنو، وحتى أن هناك مقطع لطيف جدا للثنائي انتشر حين أخذت ليسا زجاجة النبيذ من يده وأظهرت اهتمام ملحوظ جدا به. وبالإضافة إلى كل هذا، في يوم الأمس شوهد فريدريك أرنو مع ليسا وهم يتناولان العشاء معا في أحد مطاعم الكافيار الشهيرة في باريس، وكالعادة ليسا كانت بسيطة وجميلة جدا بدون أي مكياج، كما أنها تفاعلت بكل لطافة مع المعجبين المتواجدين في المطعم. وما لفت انتباه الجمهور جدا أنه بعد خروج ليسا من المطعم ركبت نفس السيارة مع فريدريك أرنو، وهي غير مبالية تماما بأي إشاعات جديدة ستنتشر من حولها. وهناك أيضا أخبار أخرى انتشرت من مصدر موثوق جدا تؤكد على أن ليسا تستعد حاليا لإطلاق علامتها التجارية الخاصة بها للأزياء الفاخرة بالتعاون مع شركة LVMH والد فريدريك أرنو، تماما كالفنانة ريهانا عندما أطلقت علامتها التجارية فنتي. ولأن ليسا تستعد لكي تلمع مرة أخرى، ولكن هذه المرة في عالم الموضة. شاركني ما هو رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك.